تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية والمجالس البلدية 2022. ورفعت سموها حفظها الله خالص التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك المعظم بمناسبة النجاح الباهر والنتائج المشرفة للانتخابات النيابية والبلدية والذي جاء بفضل المساعي الوطنية المخلصة لشعب البحرين الوفي برجاله ونسائه والذين مثلوا أجمل صور العهد والولاء لجلالة الملك المعظم والوطن، مؤكدة على ما مارسه شعب البحرين الوفي من إرادة حرة وقناعة مستقلة وعزيمة صادقة على إثراء وتطوير مسيرة العمل الديمقراطي، حيث جاء صوتهم واضحا ومعبرا من خلال مشاركتهم في الانتخابات. أعربت صاحبة السمو الملكي في برقيتها لصاحب الجلالة الملك المعظم عن فخرها واعتزازها بما سجلته المرأة البحرينية في هذه اللحظات التاريخية من مواقف مؤثرة، وقالت سموها حفظها الله: إننا نقف أمام هذه المواقف بكل تقدير وامتنان لما حرصت عليه المرأة البحرينية وفي كل موقع من مواقع العمل والعطاء على ترك بصمة طيبة وبأداء متميز، سواء على صعيد ممارسة حقها الدستوري في التصويت والترشح أو في الإسهام النوعي في إدارة العملية الانتخابية على اختلاف خبراتها الإشرافية والتنظيمية والتطوعية وصولا للنتائج المفرحة التي شهدناها استعدادا لفصل جديد من فصول العمل البرلماني والبلدي تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله الخفاق في سماء الوطن الشامخ، وبمساندة مخلصة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأعربت سموها عن عظيم شكرها لجلالة الملك المعظم على ما تحظى به المرأة البحرينية من اهتمام ودعم متواصل من لدن جلالته، وهو ما يتجلى انعكاسه الكبير على المكانة الرفيعة للمرأة وعلى دور المجلس الأعلى للمرأة والذي يحرص بعون الله على أن يكون مساندا وسباقا في تحقيق الرؤية السامية لجلالة الملك المعظم لخير وصالح الوطن وأهله الكرام، سائلة الله عز وجل أن يحفظ جلالته وأن يؤيده بعونه وتوفيقه.